مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كيكة الاناناس. عنا كوب ونص طحين منخولين، اكيد كوب سكر، بدي استعمل 3/4 الكوب للكيك وربع كوب بدي اعمله كراميل. عنا نص كوب اناناس، عصير اناناس، وعنا ربع كوب زيت نباتي، كمان 5 بيضات عنا، واناناس بدي استعمل ملعقة صغيرة فانيلا، وعنا ملعقتين صغار بيكنج باودر، وعندي رشة ملح كمان. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، أول شي بنحط البيض، كمان بحط ملعقة صغيرة فانيلا ورشة الملح، بحط السكر 3/4 الكوب، تركنا ربع الكوب سكر، بخفقن على سرعة عالية أكيد. طهينا من الخفق. قبل ما كفي بدي احط السكر بمقلاي على الغاز ليصير كراميل. بس صار السكر كراميل بهيدا الشكل، هلا بحطه بالقالب. بحط السكر بالقالب، بسم الله. بعملهم بهيدي الطريقة، بمدهم. بس مديت الكراميل بالقالب بهيدا الشكل، هلا بنكفي الطريقة مع بعض. كان لازم أول شي أعمل الكراميل أنا. هلا بحط البيكنج باودر، الزيت النباتي، عصير الاناناس، بحط شوي شوي طحين انا وعم بخفق على سرعة خفيفة. طهينا من الخفق. بعد ما خلصنا الخفق هلا بدنا نحط انا وياكم الاناناس بالقالب. اكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 180 من الاعلى والاسفل. هلا بنحط الكيك بالفرن. هذا الكيك اخذ بالفرن حوالي 35 دقيقة. هيدا الشكل النهائي. فينا نحط زينة شوي جوز الهند اذا حبينا. اكيد بنقلبه للكيك هو سخن عشان ما يلزق الكراميل بالقالب. بدنا نشوف مع بعض كيف طلع الكيك. بسم الله، بسم الله، هيدا الشكل النهائي. هيدي كيكة الأناناس اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.